قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي بإذن الله تعالى، وقد وقع مني خطأ، وهو بعدما وقفنا بعرفة وبعد رمي الجمرات أردت أن أطوف طواف الإفاضة، وذهبت في ساعة متأخرة من الليل ولم أتمكن من الانتهاء من الطواف أي طواف الإفاضة إلا بعد أداء صلاة الفجر، فهل علي كفارة وجزاكم الله عنا كل خير؟ الذي يظهر من السؤال أن هناك كفارة عليه، لأن الرجل طاف طواف الإفاضة في وقته أي بعد الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة، ولا أعلم عليه شيئا إذا كان الأمر كما وصف في سؤاله. نعم بارك الله فيكم.